رغم أن السفر حالياً لقضايا عطلة أصبح ممكناً إلى حد ما، إلا أن الكثيرين يفضلون الامتناع عن السفر خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا. ورغم أن هناك دولاً عديدة خففت من إجراءاتها مع عودة حركة الطيران عالمياً، إلا أن قطاع السياحة لن يكون على غرار ما عرفه الجميع في الحياة العادية، خصوصاً مع تقارير تتحدث عن اقتراب موجة ثانية من الفيروس. وتحاول الدول المعتمدة على السياحة أن تفتح الباب مجدداً أمام الزوار في مسعى لإنقاذ الاقتصاد، لكنها تدرس أيضاً الإجراءات الممكنة لحماية السكان المحليين، وذلك بعد أن تكبدت السياحة العالمية أسوأ خسارة لها منذ عام 1950 وفق تقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. هذا وتحدثت الأرقام عن تراجع رحلات السياح بنسبة تتراوح بين 58 و65% مقارنة بما كان عليه السفر في السنة الماضية، متكبدة خسائر قدرت بتريليون دولار على مستوى العائدات، وهو ما ينهي عقداً من النمو المستمر. وتؤكد منظمة السياحة العالمية أنها ستعمل بالتعاون مع شركائها بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي على التنسيق لعودة السياحة ومواجهة الوضع المستجد بطريقة متزنة ومسؤولة، وذلك بعد أن توقعت وكالة مودس للتصنيف الائتماني عدم عودة شركات السياحة والسفر إلى العمل بشكل كامل قبل 3 إلى 5 سنوات مقبلة، مع طلب بالضعيف على قطاع السياحة والسفر مدفوعاً بمخاوف صحية وانخفاض دخل المسافرين.